في هذا السياق مشاهدينا بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ رامي. صباح الخير أستاذ زيارة، أهلا بيك وفندم. دكتور حامد صباح الخير على حضرتك، وتابعنا ما نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الترحيب بما نجحت فيه الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وتنفيذ الهدنة، وكذلك أيضا تبادل للمحتجزين، ونشهد ترحيب من عدة دول طبعا في البداية فلسطين والصين وفرنسا بالوصول إلى هذا الاتفاق. ما تعليقك على هذه الانفراجة في مسار حل القضية الفلسطينية ودلالتها أيضا في هذا التوقيت نتيجة الجهود التي تبذلها مصر خلال الفترة الماضية؟ طبعا هي خطوة في الطريق الصحيح لخفض التصعيد، خطوة يعني تؤكد على أن الدولة المصرية ومنذ اللحظة الأولى سعت وبكل قوتها إلى العمل على إيجاد هدنة إنسانية وكسر الحصار عن قطاع غزة. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، ولكنها أتت نتيجة جهود كبيرة ومترامية ومترابطة ما قامت بها الدولة المصرية في كافة الاتجاهات بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، وده اللي سعت ليه القاهرة بشكل كبير وقيادتها السياسية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية بامتياز، وبأن الدولة المصرية هي الدولة المعنية الأولى بالقضية الفلسطينية. يعني هذه الخطوة أتت بعد الكثير والكثير من الزيارات الكثيرة و خوض مصر لمعارك دبلوماسية حقيقية على واقع الأرض لكي يتم هذا. يعني هذه الزيارة كانت بالتنسيق والتشاور مع الجانب القطري، اللي أتى وزار القاهرة يعني الشيخ تميم بن حمد أتى وزار القاهرة قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية بيوم واحد، وكان سبقها أو في نفس اللحظة وفد من حركة حماس إلى القاهرة، وأيضا المفاوض المصري التحرك على الجانب الآخر للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، باعتبار أن مصر منفتحة على كل الأطراف لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، وبالإضافة إلى التعاون والتنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية. ويعني اليوم وخروج بيان واضح من الرئيس بايدن يشكر الرئيس السيسي ويؤكد على الموقف المصري الثابت في القضية الفلسطينية، ما هو إلا دلالة حقيقية على ما قامت به الدولة المصرية من جهود كبيرة وحثيثة ودؤوبة يشعر بها كل قادة العالم من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ليس يعني الثناء الأول أو الأخير، ولكن دائما الدولة المصرية بتكون في موقع الريادة وفي موقع قوي لإحلال السلام في المنطقة من خلال هذه الهدنة التي ستؤسس في الفترة القادمة لخطوات جوهرية محورية. ستكون هناك سعي كبير من الدولة المصرية للتحول إلى وقف إطلاق النار، ثم تثبيت وقف إطلاق النار في إطار أن هذا الدور هو دور تاريخي للدولة المصرية تلعبه على مدار السنين والعقود السابقة. ببساطة الشعب المصري يا دكتور حامد، يعني الدولة المصرية بشكل فعال هي رمانة ميزان حل القضية الفلسطينية بل والشرق الأوسط أجمع. يعني على الرغم من أن مصر يعني محاطة بالكثير من التحديات والانعكاسات الخطيرة لتهديد أمنها القومي، سواء من الشرق أو من ناحية تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، ولكن دائما وأبدا مصر لا تتأخر عن دعم أشقائنا في فلسطين قولا واحدا، وهذا ليس على المستوى الإنساني فقط، ولكن حتى على المستوى السياسي. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أفرزت تناقضات وارتباك كبير في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي وأيضا في المشهد الدولي، واحتاجت الكثير والكثير من المجهود لكي يتم العمل على حلحلة هذا المشهد، ولكن نعم تمدح الدولة المصرية بشكل واضح في فك هذا اللغم الذي كان سيسبب انفجارا حقيقيا في المنطقة، باعتبار أن هذه الصفقة ستؤسس أولا لخروج الكثير من الأطفال والنساء من الجانب الفلسطيني، وسيقوم بالجانب الآخر بإخراج أكثر من 50 محتجز قوم الفلسطيني، 50 محتجز إسرائيلي. ده سيؤدي إلى العمل على تهدئة الأمور بشكل ولو كان نوعيا للعمل على التأسيس لمرحلة جديدة بعدما إطلاق النار. نعم دكتور حامد، وحضرتك بتتحدث عن التأسيس لمرحلة للحل، أيضا فيما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته أكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام. كيف تقرأ دلالة هذا التأكيد أيضا مع إعلان الترحيب بهذه
الاتفاقية وهذه الهدنة، وكيف تقرأها أيضا في ضوء تشجيع كل الأطراف الإقليمية والدولية على دعم مسار وقف إطلاق النار ودعم الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية؟ يعني دائما وأبدا ما تبحث الدولة المصرية عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ولا تريد حلول مؤقتة أو مسكنات. صحيح. يعني انتهى وقت المسكنات ولابد من البحث عن إيجاد حل شامل بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. هذه الكلمات التي أتت في كلمة الرئيس السيسي هي رسالة ضمنية، ولكن هي رسالة سلام ممزوجة بالتأكيد على ثوابت مصر لحل القضية الفلسطينية، وبأن الدولة المصرية بأي حال من الأحوال ترفض يعني تصفية القضية الفلسطينية أو إفراغها من مضمونها، سواء بالتهجير الداخلي أو التهجير إلى دول الجوار. وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي، أكد عليه رئيس الوزراء المصري، أكد عليه الجيش المصري، أكد عليه الشعب المصري، وبالأمس مجلس النواب المصري بيؤكد أيضا على نفس هذه المعطيات ونفس هذه التأكيدات الهامة التي تعطي رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي الذي عليه أن يتجه بالسلام ويسعى إلى إقراره، لأن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67. وقد يعني كشفت هذه الأزمة تحديدا أن النظام الأمني والتعويل عليه والحلول الأمنية لن تكون ناجعة لتحقيق السلام لإسرائيل أو الأمن للشعب اليهودي، وبالتالي الأمن لن يتحقق إلا بالاستقرار، إلا بالرضوخ للسلام، إلا بالتعاون مع الدولة المصرية باعتبارها هي القادرة على لعب أدوار مهمة وحقن دماء الأبرياء من الجميع، الأبرياء المدنيين الذين ليس لديهم ذنب نتيجة اتخاذ قرارات خاطئة من قبل حكومة نتنياهو باتخاذ التصعيد الخطير. وبالتالي مصر تسعى بكل قوة من خلال دورها الريادي والمحوري للعب أدوار كبيرة ومتراكمة، في ظل أنها تلعب هذه الأدوار في ظل ظروف صعبة وقاسية لا يستطيع أحد أن يلعبها، ولكن المفاوض المصري القدير الرشيد هناك الحكيم. يعني تراكم كبير في الخبرات المصرية في هذا الشأن، ده حقيقي، ويعني ثبت بالتجربة أكثر من مرة، يعني الواقعة الأكثر والتي لا تقل بدموية عن هذه عن هذا التصعيد كان في 2014 وتحديدا في شهر أغسطس، واستمرت الواقعة حوالي 51 يوم. وأيضا لولا المفاوض المصري الرشيد والحكيم والقادر على لعب أدوار مركبة ما نجحت الدولة المصرية في هذا التوقيت في وقف إطلاق النار، وده دليل واضح على أن الدولة المصرية بتتحرك ومنذ اللحظة الأولى للعمل على خفض التصعيد وإيجاد هدنة إنسانية وصولا لوقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار. يعني دكتور حامد كأستاذ للعلاقات الدولية، ونحن نتحدث بفاعلية عن قدرة الدولة المصرية على تقريب وجهات النظر، نظرا بالتأكيد للمصداقية التي تحظى بها القاهرة كطرف موثوق به، من هنا يعني أسأل حضرتك عن كيف ترصد الرؤية العالمية سياسيا للدولة المصرية في هذا التوقيت في ظل هذه الهدنة التي جاءت بعد جهود دبلوماسية رئاسية مصرية قطرية وأيضا أمريكية؟ يعني قولا واحدا، ثبات الدولة المصرية على ثوابت القضية الفلسطينية والتأكيد عليها جعل هناك استجابة قوية من المجتمع الدولي بشكل واضح للسردية والرؤية المصرية الداعية للسلام، وده اللي شاهدناه بشكل كبير من تغير المواقف الأوروبية والأمريكية بشكل واضح، حتى وإن كان هذا التغير هو تغير نوعي وليس تغير كاملا، ولكنه في الطريق الصحيح. يعني كان في زيارة مهمة لرئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، واللي أكدت على نفس معاني وثوابت الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية. الرئيس الفرنسي بيؤكد الآن تغير، ولو كان يعني متغير نوعا ما، من المستشار الألماني أولاف شولتس، واللي يعني ندد بتسليح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وضرورة توفير الحماية للمستوطنين في الضفة الغربية للمواطنين عفوا في الضفة الغربية، نتيجة أن المستوطنين قام بنخفير بتسليح أكثر من 27,000 مستوطن يهودي. بالإضافة إلى أن هناك تغير في الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية كان في مقال
أول أمس للرئيس الأمريكي في الواشنطن بوست، وأكد على أنه لا سلام ولا أمان في الشرق الأوسط إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. وحتى الرئيس الفرنسي تبنى السردية المصرية أمام اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وأشار في نقاط محددة للرؤية المصرية بضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة، حماية المدنيين، عدم استهدافهم، ضرورة وقف إطلاق النار، وأنه لا أمن ولا سلام إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. وبالتالي حتى زيارة المجموعة العربية المنبثقة عن اللجنة العربية بالأمس تحركت للصين والتأكيد على ذلك، ثم انطلقت إلى روسيا. وبالتالي تحركات ماكوكية كبيرة جدا برئاسة مصر للتحرك في اتجاه العمل على أن يكون هناك واقع جديد. هذا الواقع يؤسس لمرحلة أولا عمل مؤتمر أو عقد مؤتمر دولي للسلام، هذه هي نقطة جوهرية، واستغلال هذه الأحداث ليكون هناك سلاما حقيقيا، خاصة أنه متوقف منذ العام 2014، ثم إعادة إعمار غزة باعتباره ضرورة ملحة حتى يشعر المواطنين في غزة مرة أخرى بالأمن والأمان وبأنهم لم يفقدوا يعني حياتهم بشكل كامل. دكتور حامد، حضرتك تتحدث عن المسار الذي يلي هذا الاتفاق وهذه التهدئة، ما رؤيتك للطريق الذي سيسير عليه الأمور من خبرتك طبعا في ظل الأيام القادمة، وكذلك أيضا ربما سنشهد تكاتف أكثر لدول العالم لمنع تفاقم الصراع واتساع رقعة هذا الصراع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا؟ يعني قولا واحدا، نتنياهو سيحاول أن يحقق أكبر المكاسب السياسية، خاصة أنه استغل حدث 7 أكتوبر لعقاب جماعي للشعب في قطاع غزة، ويريد إبادة القطاع واحتلال أجزاء منه أو إقامة منطقة عازلة. ولكن مع التحركات المصرية التي كانت بالمرصاد ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لكي يكون هناك رؤى جديدة متمثلة في رفض كل ما الإجراءات الأحادية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل أن الدولة المصرية نجحت وبشكل كبير في تغيير وجهة النظر العالمية واتجاهها بشكل صحيح لتحقيق السلام، هذا سيؤدي بملادع مجال الشك إلى يعني أن يتخلى نتنياهو عن أحلامه العبثية بتصفية القضية الفلسطينية، أحكامه الاحتلالية الاستعمارية التي لم تحقق له الأمن والاستقرار. وبالتالي أرى أن المجتمع الدولي في الفترة القادمة والإدارة الأمريكية، وده اللي أيضا أكد عليه الرئيس بايدن، من أنه يرفض تماما احتلال قطاع غزة، يرفض إقامة مناطق عازلة، يرفض حكم إسرائيل أو حتى الوصاية الأمنية على قطاع غزة، ودي نقاط جوهرية. ويؤكد على ذلك أيضا الاتحاد الأوروبي لرفض كل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي ستؤدي إلى تأجيج الصراع واتساعه في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي كل الأمور تسير في الاتجاه التهدئة، ولكن هي عملية وقت، لأن هذه الأزمة يا أستاذ يارا بالفعل هي الأزمة الأشد والأخطر في تاريخ المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية، وأفرزت الكثير والكثير من التعقيدات التي ستحتاج الكثير من الوقت للعمل على التغلب عليها وتمهيد الأرض مرة أخرى للعودة إلى مسار حقيقي للسلام. طيب دكتور حامد، في هذا السياق إيه هي البنود والخطوط العريضة التي يجب اتباعها من قبل الطرفين لإنجاح هذه الهدنة والبناء عليها فيما هو قادم؟ طبعا يعني الهدنة دي بيتم الهندسة إليها منذ فترة طويلة، وتحركات مصرية قطرية أمريكية للعمل وبشكل كبير على هندسة هذه الصفقة. يعني الاختلافات كانت في حتى قبل إعلان النهاية عن هذه الهدنة كانت اختلافات فنية، يعني إحنا بنتحدث عن 50 محتجز لدى المقاومة الفلسطينية، فيتم أولا لابد من الالتزام بخارطة طريق واضحة والتي تم وضعها من قبل الطرفين حتى لا يتم النكوص أو أن يتم عدم الالتزام، وهذا سيؤدي قولا واحدا إلى عودة الصراع وتجدد القصف وتجدد المواجهات المباشرة على الأرض في ظل الاجتياح البري. وبالتالي لابد أن يكون هناك ضمانات حقيقية والتزام حقيقي من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى وجود أطراف يعني قادرة على يعني إلزام الطرفين على تحقيق بنود هذه الهدنة. نتحدث عن أن يوميا سيتم الإفراج عن 10 من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية يعني أو أكثر، وبالتالي سيتم قولا واحدا التنسيق والتشاور في ظل وجود قوى دولية سواء
مصر باعتبارها لاعب دولي واقليمي حقيقي، وده اللي اكد عليه وزير الخارجيه الروسي منذ ايام قليله، واشاد بدور مصر التاريخي وقال بالحرف الواحد ان مصر الان تلعب دورا عالميا وليس اقليميا بالفعل في الكثير من القضايا وبالاخص القضيه الفلسطينيه، وايضا وجود الاداره الامريكيه كلها يعني من القوى الكبيره والمؤثره، وايضا قطر كلها دول مؤثره جدا ستؤدي بما لا يدع مجال للشك الى اتزان الامور وعودتها الى مره اخرى الى الوضع الطبيعي. دكتور حامد، خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع الأزمة الجهود المصرية كانت تسير في أكثر من مسار، سواء تصعيد دبلوماسي وسياسي ونقاشات ولقاءات ومطالبات أيضا أمام المجتمع الدولي، وكذلك أيضا رفض للتهجير القسري والجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى المطالبة بدخول المساعدات والنجاح أيضا في دخول المساعدات سواء الغذائية أو الطبية أو الوقود وغيرها. كيف ترى هذه الجهود مجتمعة كانت محركا قويا لحل الأمور والوصول إلى هذا الاتفاق، وأيضا وضع الأمور في مسار يبدأ بالوصول إلى حل يتناسب مع الرؤية المصرية التي تحدثت عنها كثيرا القيادة السياسية المصرية سواء للقضية الفلسطينية وكذلك أيضا للمنطقة ككل؟ يعني منذ اللحظة الأولى ونحن نرى كل مؤسسات الدولة المصرية أمام معبر رفح لكسر الحصار عن قطاع غزة، وكانت هي بداية الشرارة الأولى التي تسعى من خلالها مصر لدخول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، وبالتالي تحركت الدولة المصرية في هذا الاتجاه وحدها، حتى وإن كان في هذا التوقيت المجتمع الدولي لم يقم بدوره ولم يؤدي المنوط منه بالضغط على حكومة نتنياهو لفتح المعبر، وشاهدنا حتى لا ننسى أن هناك قصف للمعبر من ناحية معبر رفح أو من ناحية قطاع غزة أكثر من 4 مرات كدلالة واضحة على أنه كان هناك رغبة حقيقية من إسرائيل لكي لا تسمح بإدخال المساعدات، ولكن مصر كان لديها رؤية واضحة وتأكيد حقيقي على أنها لن تسمح باستمرار قطاع غزة تحت الحصار وتحت القصف دون أن يكون هناك إدخال المساعدات. ثم انتقلت بعد ذلك إلى نقطة جوهرية أخرى عندما رفضت إسرائيل أن تقوم باستلام 2 من مزدوجي الجنسية كبار السن، ونجحت الدولة المصرية ومن خلال معبر رفح في استلامهم وعودتهم مرة أخرى إلى وطنهم. ثم بعد ذلك تحركت الدولة المصرية وبشكل كبير وأكدت على أنه لا تصفية للقضية الفلسطينية، لا تهجير داخلي ولا تهجير خارجي. ثم بعد ذلك اتجهت إلى أنه لابد من إدخال الوقود لقطاع غزة. كل هذه ما نتحدث عنه في كلمات بسيطة يحتاج إلى عمل شاق ومجهود كبير قامت به جميع المؤسسات المصرية، وتحركت كل مؤسسات الدولة المصرية لنجدة شعب غزة وإغاثة شعب غزة باعتباره هو جزء أصيل من العقيدة المصرية، لدعم أشقائنا في فلسطين على كافة المستويات والأصعدة. اليوم وتكليل هذه الجهود نرى أن مصر نجحت بشكل واضح في التنسيق مع الجانب الأمريكي والتنسيق مع الجانب القطري وإحلال الهدنة، وهذا هو ما أكد عليه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، بشكرك على وجودك معنا، وأكيد للحديث بقية طول ما الدولة المصرية لا تتوانى في القضية الفلسطينية ذات الأولوية الكبيرة لدينا جميعاً.